التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عددا من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية والقوات البحرية. أكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته، وأن رجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مدار الأيام الماضية عددا من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية. بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن، ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، موضحا أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر والأمن الداخلي للبلاد إذا تطلب الأمر. كما قام الفريق أول محمد زكي بمناقشة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة، واستمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط العسكري والتفاني في أداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه. حضر اللقاءات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.